سكتنا عن الموضوع أول ما حصل، ولكن لأنه تكرر مرة ومرتين مع بنتين صار ضروري نتكلم عنه. التيك توكر المعروفة باسم إيلاف الزهراني، اللي هو أصلاً اسم بنتها الكبيرة، ولا اسمها الحقيقي ميلاف. المهم، ميلاف نشرت فيديو من فترة قريبة أعلنت فيه أنه شخص من عائلة حاكمة خليجية تقدم لخطبتها، وكانت مبسوطة والناس فرحت وباركت لها، وصاروا الغالبية يتكلمون عن الصدفة والنصيب اللي جمعها بالشخص اللي تقدم لها. وفي هذا الفيديو اللي وصلت مشاهداته إلى 2 مليون كانت ميلاف تعبر بطريقتها عن سعادتها. من أول نظرة شفتك قلت هذا اللي تمنيته، صحيح أني صبرت ونلت غروري فيك رضيته. من أول نظرة شفتك قلت هذا اللي تمنيته، صحيح أني صبرت ونلت. تشوفون أن الإعلان عن الخطوبة قبل لا يكون في شيء رسمي أو قبل حتى التحليل أو كتابة العقد عادي، ولا تشوفون ان لا لازم اي احد فينا اذا خطى هذه الخطوه يعطي وقت لنفسه واللي معه؟ احس اذا يعني اوكي اقول، بس اقول للناس القريبه مني، بس اذا لسه ما تم كتب الكتاب ما ينفع اصلا. احس مو رسمي الموضوع لسه انه انا اطلع واقول، بس حرام هي مبسوطه فليش لا تطلع وتحكي لمتابعينها. يعني كان ودها الكل يشاركها الفرحه. وش رايك نواف؟ الخطبه لسه هي الخطوه الاولى عشان تدرس الموضوع، عشان تتحقق، يعني حيبدأ تسأل عنه هو يسأل عنها وكذا، فالمفترض ما يعلن عنه. تعرفون ان اللي تقدم الميلاف على حسب قولها انه كذاب. في هذا الفيديو نشوف وش صار معها ونرجع نكمل. انسان لما جاني قلت له اللي يبغاني يروح لابويا، وراح لابويا وتكلم مع ابويا. هو في الاخير طلع انسان مو كويس، الله يستر عليه بكيفه. شوفوا هو قاعد يتكلم فيني وقاعد يدخل في شرفي ويدخل في هذا الشيء، انا ما اقدر اوقفه لانه انسان غير سوي. انا اوقفه كيف؟ عن طريق ايش؟ عن طريق القانون.